السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا على اليوتيوب، قناة الساينس ويب المختصة في مجال الربح من عالم الانترنت عن طريق التداول بالعملات الرقمية من خلال المنصات. المهم في هذه الحلقة سنرى طريقة تحويل الأموال بين المنصات بدون اقتطاع شيء، يعني اقتطاع حوالي 100 ساتوشي فقط أو أقل. وسنرى عملات التي ارتفعت، وسنتحدث قليلا على عملة البيتكوين كاش، العملة التي سيتم تقنينها، هي تابعة للبيتكوين أصلي. المهم أول شيء سنبدأ في هذه الحلقة بخصوص يعني السحب من المنصات أو التحويل بين المنصات. يعني إذا لاحظتم في منصات كثيرة مثل اليوبيت، البيتريكس، نوفا إكسشينج، كثيرة هي المنصات. إذا أردت سحب البيتكوين يخصمون لك أكثر من 150 ألف ساتوشي، حوالي يعني 5 دولار أو 4 دولار، يقومون باقتطاعها. هنا لو ضغطتم على الويدراو سترون هنا اقتطاع بنسبة 0.00150 ألف ساتوشي، يعني 150 ألف ساتوشي إذا أردت السحب. ولكن انا لا اسحب عن طريق البيتكوين، اسحب عن طريق اي عملة، اقوم بتحويل عبر المنصات عن طريق عملة الدوغوين. يعني الشيء الذي اعجبني يعني عندما اقوم بالسحب بالدوغوين تقتطع المنصة فقط 1 دوغوين او 2 دوغوين، سنرى هذا. وبخصوص يعني التحويل، يتم تحويل الدوغوين يعني مباشرة، يعني بعد مرور دقيقة او دقيقتين يصل كالسحب مباشرة، يعني بدون انتظار وبدون جهد. هذا شيء جيد. الشيء الثاني، هناك من يريد السحب على بنوك مثل الباير او الادفانس كاش او اي بنك. يمكنك السحب على محفظة كوان بايمنت، سحبها عن طريق الدوغوين، ثم تحويل عملة الدوغوين الى البيتكوين، ثم ارسالها الى اي بنك لكي اذا اردت سحبه عن طريق بطاقة البنكية. وانصحكم ببيع البيتكوين وعدم سحبه، فعندما تقوم بسحبه انت من تخسر. المهم كما ترون في البيتكوين هنا، يعني عندما تسحب يقتطع لك 150 ألف ساتوشي، يصلك السحب من نصف ساعة إلى ساعة حتى إلى ساعتين، ويبقى في بوندين، يعني الدوغوين لا يبقى في بوندين. سنرى الآن الدوغوين، يعني إذا كان لديك البيتكوين وأردت سحبه إلى منصة أخرى، قم بشراء عملة البيتكوين، تحويل عملة البيتكوين إلى عملة الدوغوين. سنرى عملة دوغوين، سنبحث هنا على دوغوين. كما ترون هي عملة دوغوين، نضغط هنا على ويدراو لكي نرى. كما ترون سيختصم لك يعني فقط 2 دوغوين، يعني الآن الدوغوين يساوي 58 ساتوشي، يعني سيختصم لك 100 ساتوشي فقط. يعني لاحظ معي الفرق الشاسع ما بين البيتكوين والدوغوين في السحب. يعني الشيء الجميل أنه لا يقتطع لك شيء، يعني 100 ساتوشي لا تساوي شيء، يعني لا يقتطع لك شيء. ثاني شيء جميل هو يصلك السحب في خلال دقائق، يعني دقائق معدودة يصلك السحب. ثالث شيء جميل، الدوغوين لا يعني يقف في البوندين كثيرا، يعني حوالي 5 دقائق في البوندين، ليس مثل البيتكوين يعني من ساعة إلى ساعتين لكثرة الازدحام والبلوك مع نظام سيجويت. يعني أصبح شيئا ما يعني سهل، ولكن مقارنة بالدوغوين، الدوغوين جيدة في السحب. يعني كما لاحظتم في جميع المنصات، سنرى منصة البيتريكس أيضا، نضغط على والت هنا، إذا أردنا السحب سيختصمون لنا يعني نسبة كبيرة بالدولار. سنرى أين البيتكوين، ها هي البيتكوين هنا، سنضغط هنا إذا أردنا السحب هنا الويدراو. كما ترون لاحظ معي سيختصم لك 100 ألف ساتوشي، يعني حوالي 2.5 دولار أو 3 دولار، سيقتطعها لك يعني من خلال السحب الذي تريده. إذا أردت السحب عن طريق عملة الدوغوين
كما ترون هو الدوغ وين. تضغط هنا سنرى كم سيقتطع تقتطع لك المنصة، حوالي 2 دوغوين. كما تعرف هنا 2 دوغوين فقط. يعني هذه إذا أردت تحويل المال بين المنصات، قم بتحويل البيتكوين إلى دوغوين وقم بسحبه لكي يعني لا تخسر يعني 150 ألف ساتوشي، فهو مبلغ يعني لا تتجاوز عنه، يعني لا تتجاوز، يعني مبلغ جيد، 5 دولار يعني لا تضيعها. يعني قم بتحويل إلى عملة الدوغوين ثم قم بسحبها. يعني هذه ملاحظة، هذا الأمر في جميع المنصات يعني بدون استثناء وجميع المحافظ. يعني إذا كان لديك حساب في الكوان بيمنت وأردت الإيداع، مثلا لديك محفظة الكوان بيمنت، لديك البيتكوين، قم بتحويله إلى الدوغوين ثم اسحبه إلى المنصة، هذا شيء جيد. المهم بخصوص التحويل، يعني شرحت لكم يعني شرح، أردت أن أشارككم هذه المعلومة. والجميل في الأمر عندما قمت بالسحب من منصة البيتريكس إلى منصة البولونياكس، يعني البولونياكس الآن أصبح جيدا، يعني قاموا بعمل حماية جيدة في منصة البولونياكس. قمت بسحب عملة دوغويل، اشتريتها من منصة البيتريكس بثمن 56 ساتوشي، وبيعتها في منصة البولونياكس ب61 ساتوشي. يعني يكون في بعض الأحيان فرق ليس كبيرا، ولكن يكون فرق بين المنصتين. يعني يمكنك أن تربح 2 إلى 10 دولار أنت وكم سحبت من المبلغ وكم اشتريت. هذا الأمر الذي أعجبني. المهم سننتقل للتحدث عن العملات. يعني العملات هناك فرص، أقولها لكم كثيرا، في اليوبيت هناك فرص كثيرة. هذه العملة زير كوين، هذه العملة التي كانت لا تساوي شيء، لاحظ معي كانت تتذبذب من 2، هنا 2 ساتوشي 9، ارتفعت إلى 400، سنرى 418 ساتوشي. يعني هنا من اشترى هنا لقد أصبح يعني غنيا إذا دخل بمبلغ 100 دولار أو 200 دولار. يعني كما ترون هذا الارتفاع يعني في هذا الأسبوع فقط، لاحظ معي الارتفاع. يعني اشتري أي عملة واتركها لا تساوي شيء. وملاحظة، قم بوضع الأوردر الخاص بالبيع. لديك مثلا إذا قمت بشراء أي عملة يعني صغيرة مثل الريد، أنا قمت بشراء عملة الريد وواضع اوردر للبيع. يعني قم بوضع، انا واضع اوردر بيع ب1000 ساتوشي، لان العملة في قد يقع عليها البامب وترتفع في خلال ساعة، يعني ترتفع الى اكثر من 1 دولار ثم تنزل. كما ترون هنا ارتفعت هذه العملة الى 418، هنا سقطت الى 195 ساتوشي. لاحظ معي الفرق الكبير. يعني هذه الملاحظة يجب عليكم ان تكون يعني ان تعرفوها جيدا. العملة ترتفع وتنخفض. المهم هذا كل ما لدينا بخصوص عملة البيتكوين كاش. البيتكوين كاش هي عملة يعني خرجت من البيتكوين الأصلي. يعني هناك من يقول لا، ليس انقسام، ولكن أبقوا على البيتكوين الأصلية. لماذا ظهرت البيتكوين كاش؟ لأسباب عديدة. يعني الأسباب هو البلوك، ويعني تجديد بلوك، وضع بلوك جديد. والسبب الثاني والرئيسي، يعني بحثت قليلا، ستظهر عملات مقننة. يعني هذه البيتكوين كاش سيقومون بتقنينها، لا يريدون تقنين عملة البيتكوين الأصلية، لأن عملة البيتكوين الأصلية في الأصل يتعاملون بها كثيرا في الديب ويب. يعني نسبة التعامل فيها كثيرا في الديب ويب. يعني جميع الهاكرز العالميين يتعاملون بعملة البيتكوين، هذا الشيء الأول. يريدون الإبقاء على تلك يعني الأشياء الأولى يعني التي انطلق بها البيتكوين، يعني أن يبقى يعني بسرية تامة، بتحويلات تامة، بتحويلات سرية عفوا، يعني يبقى غامض. قاموا بوضع البيتكوين كاش. إذا دخلت العملات المقننة إلى السوق،
لأن الكثير من البنوك الآن أصبحت تنتج عملات وتدعم عملات مقننة، لذلك وضعوا البيتكوين كاش لكي تكون منافسة شرسة، والبيتكوين يبقى في المراتب الأولى، يعني لا يوجد منافس للبيتكوين، البيتكوين يبقى البيتكوين. الآن يساوي حوالي 3500، يمكن أن يرتفع في هذه الأيام القادمة لأكثر من 4000 دولار. المهم لا أريد الإطالة عليكم في هذا الفيديو، يعني أتأخر عليكم كثيرا برفع الفيديوهات يعني بسبب بعض المشاكل، ولكن في هذا الأسبوع الآن إن شاء الله يوميا سأضع لكم فيديو وأشرح لكم كل جديد وكل ما تودون معرفته. لا تنسوا دعم قناتنا بعمل اشتراك للقناة ليصلك كل جديد في عالم الإنترنت، ودعم قناتنا الجديدة ساينس ويب لايف، يعني لم أقم بوضع فيها أي لايف لأن الوقت غير كافي، والسبب الثاني راجع لأن عدد المشتركين لا زال قليل قليل جدا، 293 لمشترك، يعني عندما سنصل لأكثر من 500 مشترك أو 1000 مشترك سنبدأ بعمل لايف في هذه القناة لنشارك معكم كل عمليات البيع والشراء الخاصة بنا لكي نستفيد ونستفيد منكم، لأن هناك كثير من الناس لديهم خبرة أكثر منا من المتتبعين الخاصين بنا. المهم لا أريد الإطالة عليكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.